مشاهدينا اهلا وسهلا بكم، كل سنه وانتم طيبين وصحيحه شربتكم. تحيه كبيره لكم مره ثانيه، برنامج منيو. تحيه كبيره 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 لكل اللي تابعوا فينا عبر قناه ليبيا الاحرار، والتحيه كبيره ايضا لشيفنا شيف دليله محمد. شن حالك دليله؟ الحمد لله. شو الاخبار؟ كنت اليوم جميلة. الحمد لله ماشي الامور. مشاهدينا زي ما متعودين مع دليلة، زي ما قلنا الأكلات طبعا من جميع أنحاء المغرب الكبير. سفرتنا اليوم بين جزائري، بين مناطق أو دول المشرق. عندنا وجبة رئيسية، وعندنا مقبلات، وعندنا شربة، وعندنا فواكه، وعندنا جو مليح. يعني اليوم السفرة معبية بإذن الله، وكل يوم حنعبي لكم سفرتكم مع برنامج منيو. عندنا شربة اليوم، شربة خضرة. شربة الخضرة الكل يدير فيها، يعني هلبة بلدان أو هلبة مناطق يديروا فيها شربة الخضرة، لكن كل واحد يدير فيها بطريقته الخاصة. أيضا عندنا باذنجان مقلي، باذنجان لفائف باذنجان، هو نقدر نقول لفائف باذنجان، باذنجان روليه، باذنجان روليه يعني ملفوف. أيضا عندنا الأكلة الرئيسية هي بطاطا كوشة. بطاطا كوشة نعرف شن قصتها، اسم هكي قلتولي دليلة، لكن هي زي ما عودتني دليلة تقولي الاسم وبعدين تقولي خليه بعدين توضوب. عندنا سلطة فواكه، وعندنا سلطة مقلية. سلطة مقلية، وأيضا عصير نعناع باش نروقوا به في الأخير. حنتابعوا مع بعضنا أكلاتنا لليوم، لكن قبل كل شيء بنبدو بالشربة زي ما متعودين، شربة الخضرة. تعطينا دليلة مقاديرها وكيف طريقة تحضيرها، ونحطوها على النار. معك انت دليلة ان شاء الله بإذن الله. شربتنا تتكون من كوسة، كوسة ناري، بسم ناري، وبصلة، بصل، ونعناع، نعناع، وملح، وطماطم، وتابل، وبزار، وفلفل أكحل، وفلفل أحمر، وعندنا قطعة دجاج. نبدو في شربتنا، شربة الخضرة اللي حنديروها حلقة اليوم. الخضرة الدجاج نتاعنا ليه بدا يتقلى،
دكتور نرحيوه خليك اهم هذا لا تو تشوفها في الفينيسيون تو تشوفها كيف تطلع فينيسيون اللي معناها النهايه وانا نترجم لكم حاجه فرنساوي نترجم لكم يعني هنايا مساعد طباخ ومذيع ومترجم عادي تحملني نفايف في الباذنجان تو هذه نحطوها هنا يا احمد باذنجان نلفو بحاجاتك نقليه نقصا نقلوه وقليه معناها هي اسمها مقليه باذنجان هيك اسمها باذنجان هذا باذنجان رولي باذنجان رولي يعني لفت
هي الوحدة باش متلهاش عليه ويتحرق، أقل حاجة نديرو كمية شوية وبعدين ندورو. اليوم خلاص يعني باش نوروا الطريقه، بس طريقه وخلاص آه باش الناس تستفيد في الطريقه. الشربه هي طبعا ماشيه مليح، قاعده تغذيه.
غير يكون مستعجل يقول لك هاو يحكم الايد وياخذ وقت. يعني كانك مستعجل بدير لي جو تاع بشد لنا ايدنا وفكنا منها كل شيء شد الايد ملفوف. كل شيء ما فيش حاجه بصح حاجه بسيطه فيسع فيسع يعني ما ياخذش من الباذنجان عباره على جبنه ونعناع ونعناع كزبره كزبره وزيتون اخضر وزيتون اخضر لازم زيتون اخضر باش يعطيها طعمه شويه هو الجبنه. مشاهدينا ناخذ فاصل بسيط بعدها نرجع نشوفوا كيف لفت الباذنجان الملفوف وبعدين بناخذوا الطبخه الرئيسيه بتاعنا اللي هي بطاطا كوشه وايضا عندنا السلطه المقليه لكن فاصل ونرجع خليكم معنا. رجعنا لكم مشاهدينا طبعا بعد ما كملنا الجزء الاول من الحلقه اللي هو المقبلات اللي حطينا فيها شوربه الخضره وايضا مقليه باذنجان الروليه يعني لفايف الباذنجان وزي ما قلنا لفايف الباذنجان مشهورين بها المنطقه المناطق الشرقيه يعني الشرق بصفه عامه سوريا لبنان زي توا وريناكم كيف طريقة لفانها بعد ما قلينا باذنجان جبنة وكزبر كزبرة تقريبا نعناع وبهينها بجلجلان من فوق تزيينها بالباذنجان توا في الجزء الثاني من الحلقة حنديروا الطبق الرئيسي اللي هو بطاطا كوشة وأيضا عندنا سلطة مقلية مقادير نبدأ بالبطاطا كوشة ولا نبدأ بالسلطة مشوية؟ نبدأ بالسلطة سلطة مشوية مقاديرها مقلية سلطة مقلية سمعوني نحكموا الكوسة كوسة نصوها هيك تكون كمية شوية كبيرة
لما تقلي احطها طبعا مع دليله في برنامج هو لما تقلي الخضروات مع بعضها ما عادش تتبنن حاجه من حاجه تولي كلها نفس البنه ولا شو رايك؟ تاخذ كل حاجه تاخذ من بعضها. ولا علي احمد هدايا معلش انت مش مشكله. لحم في الدجاج انا درته هيك نوعين من اللحم باش تبوا ديروا دجاج ديروا دجاج تبوا ديروا لحم ديروا لحم هيك تبي نوعين من اللحم
يعني مكثر الناس يديروا يقول لك بالدحي باش يحكم الدجاج ويحكم احنا بلا شيء خبزه وجبنه. الدحي تقريبا يدير في طبقه مع الدقيق هذيك ولا ايوا ويذهب طعمه الحاجه يبيت بطاطا يبيت حاجه اما كلحوم لا. عصير نعناع باش نمسحوا به الزيت هذا اللي اليوم حاله حشينا فيه زي ما تعرفوا دليله كل عصير ديروه لكم يتبع الماكله اللي طيبناها او الماكله اللي حضرناها
نقولوا برا لما نمشوا المطاعم ولا كافيه نقولوا هذه منين دايرينها وكيف؟ هو خاطر مثلج وهي بالثلج بس. لا الكريمكس طبعا البطاطا واللحم هنا خليطة هو العالم كله يحبه. فيسع ما جفت دليلة والله. نعم. فيسع ما جفت البطاطا. كيف جفت حرت يعني؟ من الزيت. يعني. لا وما زال فيها بالعكس الزيت حفظنا بشوي. لا اللي ما حطيناه شوف. قلت لك ما تاخذش زي الأولى. زي اللي ديما نديروا فيها لا طريقتها هذه أحسن. والله مليحة هذه تو في جديد الواحد ما يقلي بطاطا إلا لما يدير لها خل و. ونشاف. وتنشيفة أهم حاجة تنشيفة من المية ما نخلوش فيها المية بكل. تمام. وتنظيفة فرش فوقها. دليل ناخذ فاصل ونرجعوا نحضروا سفرتنا ونكملوها كلها. مشاهدينا فاصل ونكملوا باقي سفرتنا ونوروها لكم كيف ولت في الاخير. حلو الجو خليكم معنا. مشاهدينا سفرتنا اكتملت، سفرة اليوم اكتملت الحمد لله طبعا بفضل دليلة بارك الله فيك. دليلة وشكرا وسامحين على تعبك. زي ما شفتوا مشاهدينا شربة الخضرة اللي هي تتكون من دجاج وسفناري وكوسة وشن تاني وبس وبهارات وشوية بهارات بطاطا جيل كوشة بطاطا كوشة بطاطا كوشة زي ما شفتوا الحم مفروم دجاج أو الحم أو دجاج مفروم مع بطاطا زي توا. طريقة تحضيرها طبعا تتبيلة زي ما قلنا لكم كل حاجة حتطلع لكم في الشاشة مقاديرها. سلطة مقلية بسيطة جدا، كوسة، فلفل أخضر، فلفل حلو وفلفل حار، لفائف باذنجان أو باذنجان رول رول اللي هي باذنجان ملفوف فسطة جبنة معها زيتون ونعناع وكسبر عصير النعناع وسلطة الفواكه. صحيحتين على قلوبكم مشاهدينا وكل سنة وأنتم طيبين وصحيحة شربتكم.